bon fait de vos réunions. تبيني علمك شلون حطيته انا؟ والله تعبني وايد. تلاقيكم صدقه ترى باليهد. ما عرفتيني. روحي روحي. طيب خلونا نبدا لين يوصل دكتور فهد، واذا وصل نرجع للنقاط المهمه. تفضل مسعود. تمام. بالبداية أعرفكم على هيا. هيا عندها شيء وايد مهم تبي تشاركنا فيه. مسعود تعال. شوف أنا مقدرة اللي أنت فيه، وأدري إن المفروض أشاركك الرأي، وإن حياتي ما هي حياتي أنا بالحالي، بس يعني حياتنا وعدك انها بتبقى طول عمرها كذا وما راح يتغير فيها شيء. لحظه اهدئي شوي شوي، كم داون بالراحه. انتي ايش قاعد تتكلمين عنه اصلا؟ اللي بيننا يبقى بيننا. انا ادري انه احيانا انت عندك ردات فعل غير متوقعه، بس توصل فيك تدخل الناس بينك وبين امك. يما ترى انا مو فاهم شيء. ما بيش تحاتين، احنا قدمنا كل الاوراق المطلوبه وشفت القاضي تفهم، وسبحان الله الريال ويها سمح. باذن الله باذن الله بتاخذين الولايه التعليميه باذن الله. الله يسمع منك. وايد شكرا استاذ فواز. يا رب يا رب الله ينصرنا واخذ ولايه تعليميه منه. يا رب يا رب الله يسمع منك. تستاهلين تستاهلين. مشكور مشكور وما قصرت. اهدي بالراحه، قولي لي انت شنو تبين توصلي له. انت صار لك ساعه عيدي نفس الجمله، انا ما فهمت شيء. قولي قولي. اللي بقوله لك انه انا وفهد تزوجنا على سنة الله ورسوله. قاعد تغشبري صح؟ ما قاعد تغشبرين؟ ما قاعد تغشبرين؟ يمه هذا؟ تزوجتي هذا؟ هذا فهد اللي تقصدينه؟ اصف عليه. هذا؟ انت تقصدين هذا؟